مساء الخير على اجمل مشاهدين مشاهدين ارابود في حلقه جديده ومليانه بالاخبار الفنيه والحصريه بس معانا كل يوم. ما تنسوش تتابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر ونبتدي بسرعه حلقتنا بالهايلايت. سمية الخشاب في حوار خاص مع ارابود تكشف حقيقه خلافاتها مع مسلسل حدائق الشيطان. منى فضالي تتمنى الزواج قريبا. للمره الاولى اليسا تتفوق على نانسي عجرم. سيرين عبد النور وجوزها يخطفان الانظار. حقيقه ارتباط النجم اللبناني فارس كرم. الجمهور يفتح النار على غادة عبد الرازق بسبب ملابسها. عدى العيد وكمان الويك اند اللي بعد العيد، وده لان المصريين بيعتبروا ان الويك اند اللي بعد العيد دايما هو جزء من العيد نفسه. فعلا يا آية، ربنا يجعل كل ايامنا اعياد. انتهى سباق افلام عيد الفطر، الافلام لسه مكمله في السينمات، لكن وجودها في السينمات مرتبط بحسب نجاحها وايرادتها في العيد. خمس افلام كانوا بيتنافسوا في موسم عيد الفطر، هم شد اجزاء، ولاد رزق، حياتي مبهدله، سكر مر، ونوم الثلاث. الإيرادات في عيد الفطر بتأكد على استمرار عودة شباك التذاكر بعد ما هجر الجمهور السينما لفترة طويلة، لكن أفلام العيد في منها اللي حقق نجاح وإيرادات عالية جدا، وفي أفلام ما حققتش النجاح المتوقع. إحنا هنقول لكم ترتيب الأفلام من حيث الإيرادات لكن من غير أرقام، لأننا في أرابود مش بنقول الخبر وخلاص، لكن بنكون حريصين على صدق الخبر. وحاليا المنتج بيقول أرقام، وشباك التذاكر بيقول أرقام، والصحافة بتقول أرقام، وغرفة صناعة السينما لسه ما قالتش الأرقام الحقيقية. وهي المصدر الوحيد اللي بمعني بالموضوع، فهنقول لكم الترتيب من غير أرقام محددة لخمس أفلام اتنافسوا على إيرادات عيد الفطر. إحنا خفافي بنضرب ونطير. يا أخي عوز غيري، صاحب عليا، اعمل أي حاجة، المهم ما تبقاش ممل. خلاص يا عم حاج علينا. أنت ليه حسستيني فجأة كده إن أنا بقيت شاب؟ شكرا. حصل فيلم شد أجزاء لمحمد رمضان على المركز الأول في إيرادات أفلام عيد الفطر، ودي مش المرة الأولى اللي بيحصل فيها محمد رمضان على المركز الأول في مواسم الأعياد، لأنه على مدار 3 سنين اللي فاتوا كان دايماً بياخد المركز الأول. فيلم عبده موتة في 2012، وفيلم قلب الأسد في 2013، وفيلم واحد صعيدي في 2014 برضو كانوا في المركز الأول في الإيرادات. وفي فيلم شد أجزاء بيحاول محمد رمضان يغير من جلده ويختار نوعية أدوار مختلفة على اللي تعودنا عليها منه. هو برضو معالي الباشا اللي حصل له من شوية جو إن هو زميلنا والموضوع هيتلم والكلام ده خلص خلاص. أنا عايز عمر العطار يبقى في إيدينا في خلال 24 ساعة. أنا متأكد إنه كان هيجيب حقه بإيده، بس يا خسارة المرة دي أنا مستني يتقبض عليه ويدخل السجن. ده أنا ما صدقت لقيت الواد ده، البلطجية دول طول ما هم متسابين في الشارع هنتحاسب عليهم والله العظيم. بحكم خبرتي البسيطة يا باشا بقول لك إن حقي مش هيجي بالطريقة دي، لأنه بيحصل قدام عينينا كل يوم، العيال بتعمل مصايب وبيطلع عين أبونا عشان نجيبهم، وبيطلعوا من المحكمة يعملوا مصايب أكبر وبنطلع نجيب نفس الناس. أنا اللي هقول لجنابك ولا إيه؟ ولاد رزق جه في المركز الثاني من حيث ايرادات موسم عيد الفطر، والفيلم بيبان من خلال افيشاته واعلاناته ان بطوله جماعيه، لكن بيفضل احمد عز هو المتصدر الافيش والفيلم باسمه. ولو سالت اي حد فيلم ولاد رزق بطوله مين هيقول من غير ما يفكر احمد عز. ولاد رزق هو عوده سينمائيه لاحمد عز بعد ما غاب سنه كامله عن السينما، وكان اخر افلامه الحفله في 2013. ويمكن يكون مسلسل الاكسلانس اللي قدمه في دراما رمضان 2014 هو السبب وراء بعده عن السينما في السنة دي. ولاد رزق هو أول عمل سينمائي العز بعد قضيته مع زينة، بس أكيد تراجع إيرادات فيلم ولاد رزق وحصوله على المركز الثاني مالوش علاقة بمدى تأثير شعبية عز أو تأثير الجمهور بالحكم في قضية النسب. مين العيال دي بقى؟ ولاد رزق يا باشا دول عين عيان المنطقة يعني. أي داشا! وأي حد يتمنى يبقى منها. دماغه توز يروح نواحيها هقطع وشه. بص يا باشا، ولاد رزق دول ما يستغنوش عني، هعمل لهم شاي، هلف لهم سجارتين.
كل واحد بقى يعين خمسينها على جنب. خلي التجنيب والتحويش ده رضا في الضربة الكبيرة. وفي ضرب أكبر من البنك؟ أكيد فيه. المهم أنت بس تمخمخ لها. أدي رجب اجهز. مش هتلعب معايا بقى رضا. حياتي مبهدلة هو الفيلم اللي حصل على المركز الثالث في سباق أفلام عيد الفطر، وده يمكن راجع لعاملين. العامل الأول إن الجمهور شايف إن الفيلم هو جزء تاني من فيلم تتح اللي قدمه محمد سعد سنة 2013 واللي محققش النجاح المتوقع. العامل الثاني إن أفلام محمد سعد في السنين الأخيرة محققتش الإقبال الجماهيري اللي تعودناها دايما في أفلام محمد سعد. محمد سعد في فيلم الليمبي واللي بالي بالك وعوكل وبوحة وكتكوت وكمان كركر حقق إيرادات كبيرة جدا. لكن من 2008 لما قدم فيلم بوشكش وبعدها الليمبي 8 جيجا وبعدها تيك تيك بوم وتتح إيرادات أفلامه بدأت تراجع بشكل ملحوظ. نتمنى طبعا عودة محمد سعد بقوة مرة تانية وتصدره لشباك التذاكر بفيلم كوميدي جديد ومختلف. لازم سكيورتي أمان ده يكون بيفهم ويكون جينيوس. تتح اتفرج على عجل وبيصرخ على العسل. وفي حاجة قدام العربية ولا ايه؟ اخلع الموافق بقى. وزك ايه يا عم ده مش؟ وزك؟ ايوه. انت مال وزك كبير كده ليه؟ انت عامله زوم ولا ايه؟ جليل. اهدي اهدي بس الصوت اهدي. هتوهم. من الظن ان احنا الاثنين ملبوسين. ملبوسين؟ اطلع اطلع. على صراب الثلاثة مالا بقى هو اللي عيان. ألز ألز اللي انت بتعمله ده انتحار. ده انت شارب يجي صندوق سيف لحد دلوقتي. عايز الكرة هتظبط. خلاص يا عم حاج علينا. شكرا. العفو. القط اللي انت موتته كان جوزها. خلاص. ايه ده؟ ده ولا شغل عفاريت. عفاريت؟ انا القط. انت بتستخف دمك يعني القط ده ساكل القطة ده؟ خليتنا نقول. تمامك ممسحة ممسحة يا نظر ايه؟ يا ظلمك يتصور انا صاحي خلاص ومتحط لبس نروح لها لحد عندها فين العلوان؟ قصر البارون. ايه ده تمين؟ شغل قلبي يقول خد دول وارجع تخش في لبن تاني. شغل بيقول خد دول وارجع تخش في اللبن. انت سكران ولا ايه ياض؟ الواد ده حقيقي ولا رسمي؟ فيلم سكر مر هو عودة لهاني خليفة بعد 12 سنة ابتعاد عن السينما، ورغم ان الفيلم بطولة جماعية وبيضم عدد من الفنانين الا ان الفيلم حصل على المركز الرابع في سباق عيد الفطر. بعض النقاد شايفين ان الفيلم اتظلم بعرضه في موسم العيد لان النوعية دي من الافلام ما بتناسبش جمهور العيد ابدا. لكن برجوع لهاني خليفة اكد ان الفيلم الجيد بيثبت نفسه في اي وقت واستمراره في دور العرض هو اللي هيأكد مدى الاقبال الجماهيري عليه بعد موسم عيد الفطر. فيلم سكر مر بطولة هيثم احمد زكي، ايتن عامر، احمد الفيشاوي، شيرين عادل، كريم فهمي، نهد السباعي، امينه خليل، ونبيل عيسى. وبيدور عن تغير العلاقات الانسانيه والعاطفيه بين الاصدقاء في الخمس سنين الاخيره. لو كل واحده فينا حرمت اجساتها على اصحابها مفيش بنت في مصر هتتجوز. البنت المصريه ما ينفعش تريحها، لازم تخليها طول الوقت تلف حوالين نفسها. بقيت احس ان انا لو اتجوزت واحده محترمه ازهق منها واسيبها بعد يومين. يا اخي عوز غيري، صاحب عليا، اعمل اي حاجه، المهم ما تبقاش ممل. انت فعلا فاكره نفسك احسن واحده؟ تبقى مصيبه. ايه الكبر ده؟ الجواز لها معايدات ولا زيارات ولا مقابلات. احنا قلنا كل الكلام واتخانقنا كل الخناقات. انا حاسس ان احنا بقينا ماشيين عكس بعض.
اتجوز واحد تاني عليه؟ مفيش حد عارفني وقال لي كده انه عايز يتجوزني. السنة الجاية زي دلوقتي هيكون فين؟ مع مين؟ معاها؟ لما واحدة غيرها؟ ولا هكون لوحدي؟ حبيبي سكر مر. أما في آخر القائمة وفي المركز الخامس بيجي فيلم نوم الثلاث لهاني رمزي. آراء النقاد والجمهور بيأكدوا أن فكرة الفيلم فكرة حلوة، لكن تنفيذها هو اللي دار الفيلم وخلاه ما يحققش الإيرادات المتوقعة. الفيلم بيدور عن شخص بيقع من حساباته يوم الثلاث وما بيعرفش بيحصل فيه إيه، وهو فيلم من نوعية الفانتازيا الكوميدية. حاجة تانية ضرت الفيلم هو إعلانه اللي كان فيه بعض الألفاظ الخارجة، وده خلى كتير من العائلات ما تدخلش، ده غير طبعا اسم أغنية الفيلم. ورأي الناقد طارق الشناوي إن لازم الفنان هاني رمزي يراجع حساباته بعد تراجع شعبيته في السينما، وإن لسه ليه فرصة واحدة أخيرة. أصل أنا دكتور عندي مشكلة كده يعني غريبة شوية. في يوم حد أنا ما أعرفش عنه حاجة. امبارح التلات. إيه حاجة التلات أنا ما أعرفش؟ إشمعنى التلات؟ ليه هو في مصيبة تانية حصلت يوم التلات؟ ناوي تعمل إيه التلاتة الجاية يا أستاذ معتز؟ بيجي لي دور غازات كده اسمه غازات يوم التلات. يا تلاتاتك يا ميزو. أكيد حاجة ريليتد باللي بتهببوكوا التلات مع بعض. أنت ليه حسستني فجأة كده أنا بقيت شاب شكرا؟ هو إحنا بنتصارح سوا؟ الأسطورة بتقول إن الراجل ده كان بيتميز بالحكمة والوقار، لكن أول ما يجي يوم التلات هنا فين؟ مين اللي قال عن صور موضة يونيش عهر وعيبان نوع يونيش؟ انت بتتكلم ولا بتغرغر؟ اللي في السر بعرفاش هقول لك كلمة السر. الشرطة في خدمة انت لعبت فيها؟ في أمن الدولة. عارف كنت بستجوبهم ازاي؟ أول مرة أشوفك يوم ثلاث. أستاذ أحمد زكي عنده مشكلة في الثلاث. إيه اللي بيحصل يوم الثلاث؟ خمس أفلام بيتنافسوا في موسم عيد الفطر، يا ترى مين الرابح ومين الخسران ولسه مكملين في السينما ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في نهاية الموسم. وسواء الترتيب اتغير أو لأ، فيكفي إن صناعة السينما ابتدت تسترد قوتها من جديد. انت حبيبي بجد ما تسيبنيش ما تبعنيش. النجم محمد فؤاد خلاص قرر يبدأ تصوير مسلسله الجديد الظهر، يا ترى إيه التفاصيل؟ خليكم معنا هنعرف بعد شوية. قررت الجهة المنتجة للمسلسل الجديد فتاة من الشرق تصوير المسلسل خلال الفترة اللي جاية، وده بعد 3 سنين من تأجيل التصوير. وقال أحمد علي أحمد مؤلف المسلسل إن تم الاتفاق على تسويق المسلسل مع عدد كبير من القنوات الفضائية اللبنانية والمصرية، وهتقوم ببطولة العمل ده الفنانة اللبنانية نور، وجاري الاستقرار على باقي فريق عمل المسلسل اللي بيحكي قصة أمينة داود المفتي وهي أشهر جاسوسة إسرائيلية للموساد. بتستعد الفنانة مي سليم بتصوير مشاهدها الأولى في الفيلم الجديد True Color خلال النص الثاني من أغسطس، وبتشارك مي في بطولة الفيلم مع منذ ريحنا حورية فرغالي ومحمد فراج، أما التأليف لأيمن عبد الرحمن والإخراج لأحمد عبد الله. الفنانة نجلاء بدرة هتبدأ خلال الأيام اللي جاية تصوير مشاهدها في مسلسل نسوان قادرة، واللي هيتعرض في نهاية 2015، وبيشاركها في بطولة العمل ده رانيا فريد شوقي، سليمان عيد، عبدالله المشرف وعبير صبري، أما التأليف والإخراج لأحمد عاطف. الفنان باسم سمرة قرب ينتهي من كتابة فيلم سينمائي جديد هتكون بطلته النجمة منى شلبي. الفيلم الجديد هيكتب السيناريو والحوار الخاص بيه المؤلف أحمد عبد الله، وهيكون إخراج يسري نصر الله، وهيناقش معاناة الطباخين في مصر. المطرب رامي عياش قرب يخلص تصوير مشاهده في فيلمه الأول باباراتسي عشان يتعرض في عيد الأضحى اللي جاي، بيشارك رامي في بطولة العمل ده إيمان العاصي عزة أبو عوف، والتأليف أحمد عبد الفتاح، أما الإخراج لسعد هنداوي. بيستعد الفنان محمد فؤاد لتصوير مسلسله الجديد الظاهر بعد تأجيل تصويره لأكتر من مرة، وده لأسباب إنتاجية. المسلسل تأليف تامر عبد المنعم وجاري ترشيح دلوقتي فريق العمل اللي هيشارك فؤاد في بطولة المسلسل.
استأنفت الفنانة بشرة تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد الدخول في الممنوع بعد ما كان من المفروض عرضه في رمضان اللي فات وتأجل لعدم نهاية التصوير. المسلسل بطولة أحمد فلوكس وإيمان العاصي والتأليف محمد البسوس، أما الإخراج لمجدي النجار. كشفت الفنانة منى فضالي على إنها بتتمنى تلاقي شريك حياتها في أسرع وقت ممكن، وعبرت عن أمنيتها في الزواج خلال السنة دي، وقالت منى إنها بتحلم بإنجاب طفل يشاركها في حياتها، وده اللي مخليها بتتمنى الزواج في أقرب وقت. منى ظهرت في رمضان اللي فات في عمل وش تاني وجسدت دور زوجة حسين فهمي في المسلسل واللي قام ببطولته النجم كريم عبد العزيز. تفتكروا النجم ليوناردو دي كابريو مرتبط بالنجمة كيلي رورباش؟ لو عايزين تعرفوا التفاصيل استنوا معنا بعد ثواني. بعد النجاح اللي حققه النجم هيو جاكمان بمشروع القهوة في مدينة نيويورك واللي بيبيع فيه ماركته الخاصة من القهوة، طور النجم الأسترالي من مشروعه. النجم الأسترالي حالياً بقى بيتيح الفرصة للناس إن هم يقتنوا نوع القهوة الخاصة بيه في بيتهم، واستمر جاكمان في عدم احتفاظه للأرباح لنفسه وبيكمل تأسيس مؤسسة دعم وتعليم مشاريع الأفراد في المجتمعات الفقيرة واللي بدأ يأسس فيها من بداية مشروعه. قرر صناع فيلم Page Perfect بتصوير جزء ثالث من الفيلم بعد النجاح الكبير اللي حققه أول جزئين من الفيلم، وقالت إليزابيث بانكس إن فريق العمل هيكون سعيد جداً بقضاء وقت طويل مع بعض من جديد، وده رغم إن بانكس لسه ما مضتش عقد الجزء الثالث من الفيلم. اترددت الفترة اللي فاتت أنباء عن ارتباط عاطفي بين النجم ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء الشهيرة كيلي رورباش، وده بعد القبلة اللي طبعها دي كابريو على خد كيلي وهم راكبين دراجة في نيويورك، وزادت الإشاعات عن ارتباط الثنائي خصوصاً بعد ما البعض شافهم في ملهى ليلي في لوس أنجلوس. الفنانة شكران مرتجى كانت حريصة أنها تهني صديقتها النجمة ثلاثة واخر جيب بمناسبة عيد ميلادها، تعالوا نشوف قالت إيه بس بعد شوية. الفنان تامر هاجرس اختار اسبانيا عشان يؤدي فيها اجازته. تامر نشر صوره ليه وهو بيستمتع بوقته على البحر وجمهوره اتمنى له ان يقضي وقت سعيد هناك، وواحده فيهم كتبت ليه في تعليق عطله سعيده يا فنان. الهضبة عمرو دياب احتفل مع جمهوره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بوصول عدد المشتركين في قناته الخاصة على موقع اليوتيوب لمليون مشترك، وبكده بيكون عمرو دياب هو أول فنان عربي بيحقق الرقم ده عبر نشر صورة لجمهوره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب لهم رسالة شكر قال فيها بشكركم جدا لوصول قناتي على اليوتيوب لمليون مشترك وانتظروا كواليس كليب جماله حصريا. النجمة اللبنانية سيرين عبد النور نشرت صورة ليها مع زوجها على حسابها على إنستغرام. الصورة كان واضح فيها جدا الأجواء الرومانسية اللي بتقضيها سيرين مع زوجها في الأجازة اللي بيقضوها في روما. جمهور سيرين عجبتهم الصورة جدا وواحد فيهم كتب في تعليق الله يخليكم لبعض يا عصافير الحب. نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين صورة سيلفي على حسابها على الانستغرام. الصورة جمعت سوزان بوالدتها الشاعرة دولة العباس وبالنجم سامو زين وبأصدقائهم، وكتبت سوزان في تعليق عليها اشتقنا لهالجمعة الحلوة يا سامو. جمهور سوزان عجبته الصورة جدا وواحد فيهم كتب لها في تعليقه منورة يا ملكة انت وشاعرتنا العظيمة دولة العباس. النجم ياسر ياسين بعد ما خلص تصوير كل اعماله الفنيه سافر عشان يقضي اجازته ويستجم في بالي. ياسر نشر صوره لجمهوره وين اجازته وعلى حسابه على انستغرام، وطبعا انهالت عليه التعليقات بمجرد ما نشر الصوره، وواحد من الجمهور كتب له في التعليق تستحق الاجازه حتى لو في القمر. للمرة الأولى بيتخطى عدد متابعي النجمة إليسا على صفحتها على الفيسبوك عدد متابعي النجمة نانسي عجرم ب 7000 متابع، وبيتنافس حاليا جمهور النجمتين على اللي يوصل فيهم ل 17 مليون متابع قبل التاني. الفنان أحمد زاهر نشر صورة سيلفي ليه على حسابه على انستغرام وكتب في التعليق على الصورة حبيبتي منى أنا بحب ضحكتك بتهون عليا هموم الدنيا كلها ربنا يخليكي ليا أنت وملوكة ولولو. جمهور زاهر كمان عجبتهم الصورة جدا وضحكت بنته، وواحدة فيهم كتبت في تعليق على فكرة شبهك خالص ونفس الضحكة.
الفنانة السورية شكران مرتجى كانت حريصة أنها تهني زميلتها نجمة سلافة وخيرجي بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة ليها مع سلاف وكتبت في تعليقها عليها: كل عام وأنت بألف خير سلاف، شكرا على كل شيء، محبتك ووجودك معي شكرا، والله يحميكي وعبال مليون سنة من النجاح. وطبعا سلافة وخيرجي ردت على تهنئة شكران وقالت ليها: شكراني الغالية، شكرا حبيبتي ويخليني إياكي، ودايما بنجاحك وبراحة بالك وبسعادتك اللي بتستحقيها. من اللحظة دي بقيتي معايا وانا مش هقبل اشوفك خايفة. النجم محمد حمائي قرر انه يحتفل مع جمهوره بألبوم الجديد. لو كنتوا من جمهور حمائي وعايزين تعرفوا تفاصيل اكتر استنوا معنا. المطربة الشابة شذا قررت طرح ألبومها الغنائي الجديد أنا لوحدي في نص أغسطس. ألبوم شذا هيضم 11 أغنية من ضمنهم بحب أيامي وهنتفرق وما تغيرتش وبحن إليه، وتعاونت فيهم مع الشعراء جمال الخولي وعصام حسني وتامر حسين والملحنين مصطفى محفوظ وعلي شعبان والموزعين كريم عبد الوهاب وتامر. أنا قلبي عشانه ده طعم العذاب والليل والسهر والليالي، أنا أعمل إيه من شوقي لي واللي حبه جاني تاني يا قمر، ما خلاص قلبي بيستعد نجوم لبنان نجوى كرم فارس كرم عاصي الحلاني لإحياء حفل موسيقى كبير بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهيقام الحفل يوم 15 أغسطس، وهيقدم فيه كل نجوم مجموعة كبيرة من أغانيهم الشهيرة لمدة 5 ساعات كاملة. ودي يا بحر ودي، طولنا بغيبتنا، ودي سلام البت جدي وللتوت اللي بحارتنا. اسمع صوت بحن أولك بعده أبو الحن بغشغش بجنينتنا. تم الاستقرار بشكل نهائي على أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف مواهب الأطفال الجديد The Voice Kids، وحتضم اللجنة الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر والنجم المصري تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وتم الكشف عن بعض الصور التحضيرية لكواليس البرنامج، وبكده تكون خلصت الإشاعات والتقارير اللي اتكلمت لفترة طويلة جدا عن أسماء وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الجديد. اتفق الفنان محمد حمائي على إحياء حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي بمناسبة طرح ألبومه الغنائي الجديد. ألبوم حمائي هيكون في الأسواق في النص الثاني من شهر أغسطس، وده بعد فترة طويلة من تأجيل طرحه بسبب رغبة حمائي في تحضيره بشكل كويس يرضي جمهوره. يا ترى ايه سبب هجوم جمهور غادة عبد الرازق عليها؟ خليكم معنا. يظهر ان الاتهامات الكتير اللي بتتوجه للنجمة خالد ابو النجا والهجوم الشديد لكل آرائه ومواقفه اتطور من مجرد دعوات لطرده من مصر ووصل لرفع بلاغ رسمي ضده من الامين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، واللي اتهم ابو النجا فيه بانه بيهاجم المؤسسة العسكرية والشرطة بشكل دائم وبيتعمد الصاق التهم بهم وبيحارب ضدهم في محاولة منه لهدم الدولة المصرية، وطالب بضبط خالد ابو النجا ووضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر.
النجمة إليسا قررت أنها ترضي فضول جمهورها اللي بيتسألوا دايماً عن السر في أنها ما تجوزتش لغاية دلوقتي. إليسا كشفت عن السر ده وقالت أنها مش مهووسة بفكرة تكوين أسرة، لكن المهم عندها أنها تلاقي الشخص المناسب اللي ممكن تنجب منه أطفال، لأنها مقتنعة تماماً أن المهم في تكوين الأسرة هو شريك الحياة المناسب. أثارت الإعلامية اللبنانية رشا الخطيب حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان على المواقع الصحفية بسبب إعلانها خبر ارتباطها بالفنان اللبناني فارس كرم على حسابها بموقع تويتر، بعدما نشرت صورة ليهم مع بعض وكتبت في تعليقها عليها مع حبيبي وزوجي المستقبل. وكان الثنائي بيظهروا مع بعض مؤخرا في مناسبات كتير، لكن لغاية دلوقتي فارس التزم الصمت وقرر أنه ما يأكدش الخبر أو ينفيه. النجمة غادة عبد الرازق عملت مؤخراً فوتو سيشن مع المصور خالد فضة، كان سبب في أن جمهورها بينتقدها بشكل كبير جداً وبيتهمها بأن اللوك اللي ظهرت بيه ما يناسبش سنها، خصوصاً وأنها جدة. وكانت غادة ظهرت في الصور بلوك شبابي وجريء جداً. بعد الهجوم الشديد اللي تعرض له فيلم ولاد رزق واتهامه بأنه بيحتوي ألفاظ خارجة كتير ومشاهد مبتذلة، قررت الفنانة كندا علوش أنها تدافع عن الفيلم وعن صناعه، وقالت أنها شافت الفيلم وهو فيلم شيق جدا ودمه خفيف، وقالت كمان أنه جريء حبتين لكن بخف الدم ومن غير ابتذال، وطلبت الجمهور أنهم يشوفوا الفيلم. دقت ساعات العمل العربي المشترك، ده عنوان مونديال الإعلام العربي للأعمال الفنية السنة دي، واللي حضرته الفنانة عفاف شعيب وسمية خشاب وعدد كبير. عقدت اللجنة العليا لمونديال القاهرة للأعمال الفنية اجتماع تحضيري بعنوان دقت ساعات العمل العربي المشترك بأحد الفنادق في القاهرة، بحضور وزير الإعلام الليبي عمر القويري ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل وعدد من المنتجين العرب والفنانين والإعلاميين. كاميرا أربوت حضرت الاجتماع، وكان لنا لقاء مع إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب عن فكرة ومضمون وتفاصيل المونديال. الاجتماع ده كان اجتماع تحضيري لكل واحد من رؤساء الاتحادات الإقليمية يعرف دوره في المونديال. الأفكار الجديدة، لو كان هناك أفكار، زي ما انت شفت كمية اقتراحات وأفكار وقابلة للتنفيذ، المهم ان هي قابلة للتنفيذ، قابلة فعلا للتنفيذ، وأعتقد ان احنا هنحط لها آلية بشكل كويس. الشعار بتاعنا اللي هو اللي بعتبره بقى الشعار مدروس، شكل ايه الموضوع؟ الموضوع بالنسبة لنا دقة ساعة العمل العربي المشترك، ده التايتل بتاع العباية كلها بتاعت المونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام. بينبثق عنه عدد كبير جدا من الأنشطة، كل نشاط بيحمل آلية لوحده. لما نيجي أقول ملتقى الإعلام العراقي المصري، عامل آلية معينة مع الإعلاميين في مصر، مع الإعلاميين في العراق، وعلهم عنوان معين اسمه معا لدحر الإرهاب، فبقى فيه آليات للنشاطات اللي تحت برضو لنفس العنوان دقة ساعة العمل العربي المشترك. بدخل على مثلا فلسطين الأمل المنشود، عندها بنتكلم فيها على موضوع دور الدبلوماسية العربية في حياتنا وفي أمورنا وفي إنجازاتنا، وإيه اللي عملناه بعد 30 يونيو، والدبلوماسية اللي قامت بها السعودية، اللي قامت بها فلسطين، اللي قام بها كل القيادات، وده موضوع مهم جدا مطروح السنة دي بشكل كويس تحت هذا الملتقى. فكل نشاط زي ما انت شفت، عندنا الإعلام الأمني، عندنا الإعلام السياحي، الأغنية العربية المصورة، وكل دول ماشيين بتوازي بحيث ان احنا بعد كده ان شاء الله هنفردهم على مدار السنة بإذن الله. قابلنا كمان وزير الإعلام الليبي عمر القويري اللي كلمنا عن أهمية الإنتاج العربي المشترك وعن الإنتاج الفني في ليبيا وعن الفيلمين اللي أنتجتهم الجهات الرسمية هناك. طبعا هي ليبيا عضو يعني في اتحاد المنتجين العرب، المشاركة هذه ليست الأولى يعني منذ التأسيس أو حتى عضو ليبيا عضو مؤسس، وفرصة طبعا بالنسبة للمنتجين الليبيين أن يكونوا أعضاء في اتحاد المنتجين العرب للاستفادة من الخبرة، وخاصة الخبرة المصرية، و
المنطقة يعني طبعا للتوفير ومثلا توفير الإنتاج ومثلا الاستفادة من الخبرات ومثلا التبادل الثقافي العربي المشترك، تسير نحو التكامل يعني، ويكون العمل أو الإنتاج العربي يكون مشترك يعني وليس مثلا منفرد. لا، في موسم رمضان يعني شاهد أول حاجة، إحنا تقريبا من حوالي 10 سنوات لأول مرة ينتج فيلم سينمائي ليبي، تم إنتاجه يعني في فيلم مش ليبي اسمه مش ليبي. والله نقد للوضع السياسي في ليبيا والحرب اللي دايرة يعني بين الليبيين. أيضا تم إنتاج فيلم في مصر هنا ليبي أيضا اسمه يعني لهفة، أيضا حاز على رضا يعني المشاهد الليبي. في تقريبا حوالي 15 عمل يعني في شهر رمضان، احنا هنسعد ان احنا في هذه المناسبة هنقدم هذه الأعمال يعني لكافة القنوات الرسمية التابعة للدول العربية مجانا بدون أي مقابل يعني. الفنان عزة العليلي حرص على حضور الاجتماع، قابلنا وسألناه عن أهمية التعاون العربي في الفن وعن تجربته الشخصية في الإطار ده من خلال فيلمه القادسية. هو تنافس شريف بين جميع وسائل الإعلام أولا، ثانيا الدراما، ثالثا التكامل العربي بيننا وبين الأمة العربية مصر وأخواتها الشقيقات العربيات. طبعا التنافس في الشارع الفني شيء محمود وشيء مطلوب، وشيء طبعا مطلوب في هذه المرحلة بالتحديد التي تعبر بها الأمة العربية هذه المرحلة الدقيقة من حياتها ومن تاريخها. القادسية كان موضوع عربي تاريخي، كان يحكي عن فترة من فترات الازدهار العربي في هذه المرحلة، كان يحكي عن التسامح، عن المعركة الفاصلة، معركة القادسية بين العرب وبين الفرس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدعوة الإسلامية. كان الفنانة سعاد حسني كانت موجودة، وكان في إخوة عرب كثيرين جدا سواء من العراق أو من الكويت أو من المغرب ومن تونس. العليلي كمان قال لنا عن جديد الفترة اللي جاية سواء في المسرح أو السينما. يعني إن شاء الله في مسرح كمان أسبوعين هقول لك عليه إن شاء الله، في عمل تلفزيوني كبير إن شاء الله. السيد أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي كلمنا عن التعاون العربي المشترك وعن أهميته في الوقت الحالي. يا رب بس هي تدق ساعة العمل العربي المشترك، احنا عايزينها تدق بقالنا 40-50 سنة. انما الحقيقة هو الإعلام ليه دور مهم جدا في الفترة اللي فاتت، بان قوي تأثيره وكقوة فاعلة في القوة الشاملة للدول العربية، وبان انه الاعلام ساحه قتال اكتر منها كمان مساله فكر والكلام ده كله، وبالتالي ينبغي انك تعد العد. مفيش دوله هتعرف تشتغل لوحدها. فكره المونديال لاتحاد الاذاعه والتلفزيون ده اعتقد انها فكره جيده جدا، محتاجه تفعيل ومحتاجه انها كل سنه تبقى اقوى من اللي قبلها، لانه لازم ندور على خطاب اعلامي جيد ومحترم سواء في البرامج او في الدراما عشان نقدر نواجه بيه او نحافظ بيه على الاقل على ثقافتنا. ده هدف اولاني، ونقدر نواجه بيه الغزو اللي جاي من بره ان شاء الله. قابلنا كمان المنتج جمال العدل اللي كلمنا عن التعاون العربي المشترك واهميته، وكمان عن اعماله اللي اتعرضت في رمضان 2015. بشكل عام المفروض ان احنا كاتحاد منتجين عرب وبشكل عام ايا كان النوع اللي بنشتغله مع بعض كعرب مفروض نبقى موجودين ومتحدين ومكملين لبعض. فاحنا كمنتجين في مشاكل الوطن العربي، المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه وقضايا الارهاب وكل المشاكل تقريبا اللي بنتعرض لها هي واحده، فبنتعاون عشان نتكامل عشان نفيد المشاهد العربي بشكل خاص. يعني أنا عملت 3 مسلسلات بطعم مختلف، كل واحد وكلها بيقدم رسالة غير التانية، وكنت مهتم بيه جدا جدا. كل مسلسل سواء المخرج اللي كان ابني فيه أو الباقيين برضو زي ولادي على فكرة، وبأبطالهم كلهم، كل اللي احنا في الوسط ده بقالنا 30-40 سنة، فكل اللي طالعين فيه يعتبروا ولادنا اللي هم زي ولادنا. فبجد ما اقدرش اقول لك انه احسن، انما كل مسلسل له طعم، والتلاتة الحمد لله نجحوا. في ناس حبت ده اكتر من ده وده حبت اكتر من ده، ما اقدرش انا شخصيا اقول لك حبيت مين اكتر، والله ما كلهم ولادي والجو العجيب ده، انما هم بجد كده بالنسبة لي يعني. رغم انتهاء رمضان 2015 وموسمه الدرامي من ايام قليلة، الا ان العدل خص برنامجنا بخبر عن عمله التلفزيوني الجديد في 2016. أنا عندي واحد الغروب للكاتب الكبير بهاء طاهر، قصة بهاء طاهر وسيناريو حوار مريم نعوم وكامل أبو ذكري إخراج،
وعندي يلا مفاجأة ليك عشان تبقى أول مرة، عندي سر البتا للأستاذ الأديب الكبير يوسف إدريس، سيناريو حوار محمد حلمي هلال، والأول مرة خالد يوسف مخرج دراما. الفنانة عفاف شعيب كانت ضيفة الاجتماع، قابلناها وكلمتنا عن أهمية التعاون العربي في الفن وعن أكتر عمل عجبها في رمضان. طبعا أنا سعيدة جدا بالاجتماع ده وباللقاء ده، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن هو يتم على خير وسلامه ويتنفس كل الكلام اللي اتقال، وأتمنى إن فعلا يبقى في أعمال هادفة، أعمال كلها مدروسة كويس، أعمال بتقول للدراما إحنا هو هنبتدي معاكم من جديد، بدل الدراما اللي فات إحنا بقالنا 5-6 سنين في الحقيقة في النازل مش في الطالع، فإحنا عايزين نقدم أعمال كبيرة، أعمال دينية تاريخية لازم تفهم الناس دينها. الناس نسيت، الناس الجيل الجديد جيل بحاله مش فاهم يعني ايه دينه، سواء مسلم ولا مسيحي ولا يهودي حتى مش فاهمين. لازم تفهم كل الأجيال دي، يعني جيل بحاله عمال يسمع كلام وألفاظ وسنج ومطاوي ومش عارفة ايه وما بيسمعش الكلام الكويس. لأ احنا عايزين عمل كبير يفهم الناس، يقول لهم ان فيه أعمال كويسة، أعمال تاريخية بتحكي الحضارة المصرية، الحضارة العربية، أيا كان إيه هو اللي هيتعمل أو إيه هو اللي هيتقدم، في حاجات كتيرة كويسة ممكن تتقدم وممكن الناس تستوعبها وممكن الناس تبقى سعيدة جدا بيها. ولعلمك كل الناس بتقولك فين المسلسلات الدينية، فين المسلسلات التاريخية، مش لازم تكون دينية بمعنى دينية، إن شاء الله تاريخية بس تقول لها تاريخ بلادها إيه، العالم العربي شكله إيه، العالم الإسلامي شكله إيه. يعني ما ينفعش كده، بقينا في غفلة من الزمان، غفلة. البيت عندي وإخواتي كانوا معجبين بمسلسل طريقي بتاع شيرين، لأنه هو مسلسل في يعني ما فيهوش الألفاظ الوحشة، ما فيهوش الكلام الوحش، عجبتهم القصة، عجبهم الموضوع، عجبهم الحوار. الفنانة سمية الخشاف فنانة من العيار الثقيل، وهي كمان من نجمات الصف الأول، وخصوصا في الدراما التلفزيونية واللي قدمت فيها أدوار متعددة ناجحة، وكان آخر أدوارها السنة دي في مسلسل يانا ينتي مع النجمة فيفي عبده اللي حققت معها نجاح كبير جدا كديو تمثيلي في مسلسلات الحقيقة والسراب كده النساء. كاميرا أرابود قابلت النجمة سمية الخشاف اللي حضرت اجتماع المنتجين العرب وكلمتنا عن أهمية التعاون العربي الفني. أعتقد دي الحاجة الوحيدة اللي لسه باقية، إن العرب كلهم اجتمعوا في المؤتمر النهاردة لاتحاد المنتجين العرب علشان نحل مشاكل كتير قوي خاصة بالإعلام وخاصة بالمجالات الفنية. القادر على حلها هو اتحاد المنتجين العرب والمنتجين العرب بشكل عام. كان في كوكبة كبيرة جدا النهاردة، كان في تقريبا 16 دولة عربية وتناقشوا في مواضيع كتير مهمة، طبعا بقيادة الدكتور إبراهيم أبو زكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، وأنا موجودة بصفتي سفيرة المجتمع المدني لحملة خلي بالك على بلادك اللي أطلقت من اتحاد المنتجين العرب، أنا وزميل العزيز طارق علام الإعلامي الكبير. يعني حلو جدا دايما يبقى في اجتماعات، حلو جدا دايما يبقى في أراء، ودايما يبقى في إنجاز بعد كل اجتماع بيحصل، ده اللي بنشوفه. الدكتور إبراهيم أبو زكري الحقيقة عنده طاقة ما شاء الله كبيرة جدا إن هو يحل مشاكل كتير جدا، نتمنى إن احنا في السنة الجاية يبقى في أحسن وأحسن، تبقى في اقتراحات جديدة، يبقى في تنفيذ لمجالات مهمة جدا خاصة بالإعلام. النهاردة كانوا بيتكلموا عن علاقة الإعلام بالأمن، وده موضوع مهم جدا وكان من أهم المواضيع اللي تناقشوا فيها النهاردة، وإن شاء الله الاجتماعات الجاية تبقى أحسن وأحسن. سمية شاركت في رمضان السنة دي بمسلسل يانا ينتي، يا ترى هتقول لنا إيه عن موسم دراما رمضان السنة دي؟ ده اللي هنعرفه. السنة دي كان في يعني توليفة كبيرة جدا، وكان في تشكيلة كبيرة جدا من النوعيات المختلفة من المسلسلات والدراما والتراجيدي والكوميدي، كان في يعني عرض المواضيع كتيرة جدا ومشاكل كتير جدا بنعاني منها في مجتمعاتنا العربية بشكل عام.
كل فنانين اجتهدوا وتعبوا عشان يقدموا احلى ما عندهم، وفي النهايه الحكم للجمهور. سميه قدمت دور قمر في مسلسل حدائق الشيطان الجزء الاول، وفي اشاعات بتقول انها اعتذرت عن الجزء الثاني، واشاعات ثانيه بتقول ان هم استبعدوها، وخصوصا بعد خلافتها مع شركه الجبري للانتاج اللي بتنتج العمل. ايه حقيقه الموضوع ده؟ تعالوا نعرف. مفيش حد استبعدني، ما ينفعش حد يستبعدني، لان انا اساسا ما قريتش ورق، انا ما قريتش ورق، ما وصلنيش ورق ولا مضيت عقد عشان يتقال استبعدت. ما ينفعش يتقال كلمة استبعدت، دي استبعدت يعني أنا كان في اتفاق ومضيت عقد، وصلني سيناريو ودخلت صورت وبعدين ما عجبهمش تمثيلي فاستبعدوني، فما ينفعش. ما ينفعش يعني كلمة لا تليق بنجمة في حجمي. يعني أنا قلت للمنتج جابري، هو جالي الحقيقة وقعد اتكلم معايا واستقبلته في بيتي، هو إنسان محترم جدا، اشتغلت معاه قبل كده حدائق الشيطان، وقال لي أنا كنت ضد فكرة الجزء الثاني تماما. قلت له أنا رافضة تماما فكرة الجزء الثاني، أعتقد أنه مش هيبقى يكون بقوة الجزء الأول، وده مبدأ عندي. فقال لي اقري الأول الورق وبعدين نتكلم، فما تتسرعيش في حكمك، يمكن يبقى الجزء الثاني اقوى ويعجبك الورق، فخلينا نشوف الاول الورق وبعدين نتكلم. قلت له اوكي. ما وصلنيش اي ورق الحقيقه خالص، وكل شويه بيكلمني المخرج اللي هو حسني صالح، كل شويه بيكلمني بيتكلم اي كلام وخلاص، ما بيقولش اي حاجه جديده. فكل ما اساله اقول له فين الورق، يقول لي لا بيتكتب لسه، لا بيتكتب لسه، بس عايزين تعاون منك وعايزين ان شويه بس عشان الاجر، انت نجمه كبيره واجلك واجرك، وعشان احنا متمسكين بيكي. ارد اقول له مش يعني مش مهم الاجر، الفلوس مش كل حاجه، بس اما تديني الورق ساعتها اقرر هعمل مسلسل. لا بينزل تصريحات، هو ده، وبيطول الوقت بينزل تصريحات ان انا بطلت العمل وان انا هعمل العمل وانا لسه ما عنديش ورق، فازاي انا وافق على عمل وانا ما عنديش ورق؟ فكتر المهاترات دي ضايقتني الحقيقه، فخدت قرار وقلت انا اوريدي يعني خدت مبدا انه مش هعمل جزء تاني. فقلت سوري بعتذر عن حدث، ده ما يزعلش حد، فمش معنى قلت ان انا بعتذر يتقال استبعدت عيب يعني. بس هو بيقول بقى براحته هو مع نفسه. لكن كلمتك انت للجمهور، موقفي من حدائق، اعتذرت عن حدائق الشيطان لعدم ايماني بجزء تاني. انا بشوف ان الجزء الاول لما ينجح مع الناس ده كافي، الواحد يشوف قصه جديده حاجه جديده، لكن فكره الجزء التاني يمكن تكون عند بعض الناس فكره ناجحه. لكن انا بعتقد، وده اعتقاد خاص بيا، انه الجزء الثاني عاده ما بيكونش بقوه الجزء الاول. وبكده خلصت حلقتنا النهارده من عرب وود اللي كانت مليانه بالاخبار الحصريه والكواليس. استنونا بكره في نفس الميعاد في عرب وود، ودايما ما تنسوش السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر، واقول لكم باي باي.